فيما سبق عملية الاختيار للرئاسات ومنها رئاسة مجلس النواب تخضع لعملية توافقات ولكن في نفس الوقت كان هناك اتفاق مبدئي يعني بين الكتل السياسية لا سيما الكتل الممثلة للمكونات بمعنى أن الكتل الكردية تتفق فيما بينها على التصويت لرئيس مجلس النواب معين كذلك الكتل الشيعية ولكن ما نجده في اطار اختيار رئيس مجلس النواب البديل للسيد الحلبوسي نجد ان الاختلاف ليس فقط اختلاف بين المكون السني فقط بين الكتل السياسيه، بل الاختلاف ايضا في داخل اطار التنسيقي، والاختلاف ايضا في داخل الكتل الكردستانيه، بمعنى ان اختيار السيد سالم العيساوي كان قاب قوسين او ادنى، وكان يحتاج فقط ثماني اصوات، وهذا ان على شيء يدل على ان الاطار التنسيقي لو كان هناك لديه رؤيه موحده في اطار الاختيار، لتم اختيار احد المرشحين. ولذلك نعتقد ان عمليه الاختيار صعبه للغايه بسبب الاختلاف ليس فقط في داخل المكون وانما الاختلاف على مستوى المكونات الاخرى. اعتقد ان الكتل السياسيه في اغلب الاعم تحاول بالذات الكتل التي تمثل المكون السني تحاول ان تؤجل فكره الاختيار لقرب الانتخابات. باعتبار ان هناك تصريحات وهناك تلميحات لوجود انتخابات مبكره نهايه هذا العام وحتى وان لم تحدث انتخابات مبكره نهايه هذه العام اعتقد ان حتى الانتخابات يعني في في وقتها الطبيعي والمحدد سوف لن يكون وقتا بعيدا بحدوث سنه ونصف تقريبا يفصلنا عن موعد الانتخابات ولذلك اعتقد ان هذا موضوع الاختيار موضوع ليس سهل يحتاج الى توافق ليس فقط في داخل المكون وانما توافق بين الكتل السياسيه لغرض اختيار الانسب. واعتقد ان الموضوع الموضوع سوف يحل اذا ما تم الاتفاق بين الكتل السياسيه ابتداء. ابتداء موضوع اختيار رئيس مجلس النواب يساهم مساهمه ايجابيه في عمليه يعني اصدار القوانين. صحيح هو ليس سببا رئيسيا ولكن رئيس مجلس النواب هو ليس فقط صفته وظيفيه وانما هو صفته تمثيليه لمكون. نعم. بالوقت الحاضر هناك من يمثل الأكراد بمنصب رئيس الجمهورية ومن يمثل الشيعة في منصب رئيس الوزراء وهناك مشكلة حقيقية في من يمثل السنة في رئاسة مجلس النواب